قانون واجه اعتراضات نيابية وشعبية واسعة، وأتوقع حضرتك أيضا معترض على هذا التعديل. شنو الاعتراض؟ يسعد مساكم وتحية طيبة لجميع المشاهدين ولضيفيك الكريم. الحقيقة هذا القانون أنا يعني دا أقولها هذا صوت وصورة مسجل. إذا تم تمرير هذا القانون بصيغته الحالية، أنا مسؤول عن كلامي، ما معناه نهاية العملية السياسية الفعلية في العراق. شلون يعني؟ هذا النظام راح يزول. شلون يعني؟ يعني الكل يعلم أنه الراعي للنظام الحالي هو المجتمع الدولي. زين. وتزويج فتاة بهذا العمر بمفهوم الفكر الحضاري هو بيدوفيليا. بيدوفيليا يعني التحرش الجنسي بالأطفال وممارسة الجنس مع الأطفال، وهذا غير 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 منطقي وغير مقبول في الوقت الآني بالنسبة للعقلية البشرية العصرية. زين. واللي ما يعرف أنه في أغلب العالم أو المتحضر، الجريمة الأولى مو هي القتل، وإنما الاعتداء على الأطفال جنسيا. فهذا القانون خطير جدا. قد يجوز بعض الأخوة يقولون شنو علاقة جوزيف سليو بهذا الموضوع؟ ليش يدخل بهذا القضية؟ هو ما يمس هذا القانون. لا، أولا إنسانيا يمس كل إنسان عراقي. زين. ثانيا هذا القانون إذا يبقى مفتوح يصير حالة عامة وقانون يطبق على كل العراقيين بغض النظر. أما إذا الأخوة اللي كلش معجمين بهذا القانون، عندنا في كل قانون فقرة الأخيرة الأسباب الموجبة، خلي يذكرون فيه هذا القانون. لا تسري أحكام هذا القانون إلا على أتباع المذهب الجعفري. ذاك الوقت احنا نقول لهم، لا تسووها، يعني هم بالنهايه يقول لك ما احنا حقنا، يعني القانون الحالي ما يخدمنا، احنا نريد قانون يتماشى ويا المذهب الجعفري. خوش، اوكي، انا هذا اللي بدي اقوله. اولا الكثير من الناس من المذهب الجعفري رافضينه، هذا اولا. ثانيا انا بدي اقول انا انصح عن ما يمشي هذا القانون، خلي لي يسووا، ولكن اذا هم مصرين عليه خلي يضمنوه لا تسري أحكام هذا القانون إلا على أتباع المذهب الجعفري. زين. ذاك الوقت الغير اللي ما ينتمي للمذهب الجعفري يقول لك أنا ما لي علاقة بهذا القانون وما ما تطبق عليه. بخلاف ذلك إذا بقى قانون مفتوح قد يجوز باشر عقبة يجيني قاضي يطبق هذا القانون على واحد خطف لبنية طفلة صغيرة عجبها، وما ما يردع أي شيء. قانون موجود يحميه، وكذلك الشريعة أيضا تحميه. فبهذه الحالة يعني هذه كارثة، من بعدها كارثة تحل على العراقيين جميعا. زين، بما أنه يعني تحدثت عن المذهب الجعفري أنه هم يريدون قانون على هذا المذهب، شنو يعني مكتوب عليه موصى به من المرجعية بالقلم الأحمر؟ يعني المرجعية من سنين ما استقبلت سياسيين، شلون تتدخل بهيج قانون وشلون تستقبل نواب وتهمش على قانون؟ والله أنا أعتقد بصراحة أقول لكم إياها، يعني أنا كغير مسلم ولا أتبع مرجعية، أنا أشوف من خلال بعض الناس اللي يدعون الإسلام ويدعون اتباعهم للمرجعية ابتلى الإسلام بهم وابتلت المرجعية بهم. فلا هذا هو الإسلام اللي هم دي يتصرفون ويعلقون أخطائهم وجرائمهم على الإسلام، إسلام بريء منهم، ولا المرجعية تؤيد هذا الشيء. لأنه أولا يعني قصدك رغبات خاصة، المرجعية نفت هذا الموضوع. طبعا طبعا بكل تأكيد. أنا أقول لك هسا ساعات قبل ما أجي أنا غردت على تويتر مالتي، هسا السيد السيستاني أنا أحترمه لأنه عراقي الهوى روحيا أكثر من كثير من العراقيين عندهم أوراق عراقية، يقول لا يجوز
التعدي على أراضي الدولة وعلى ممتلكات الدولة. زين. هسا كل ما جماعة السلطة كل ما يسوون فشي هو يكون بصالحهم يقولون إحنا نتبع السيد السيستاني. زين خش. هسا خلي يتبعون فتوى مع السيد السيستاني يخلون بيوت الدولة. أي. ويخلون بيوت المختصبة. زين. ويخلون هذه الأراضي اللي مستولين عليها إذا هم صادقين. زين. مبتلي بيهم المرجعي مبتلي يعني بيهم. يعني بين قوسين حتى لا نطلع عن الموضوع إنه حضرتك تقول إنه السيستاني بريء من هذا الموضوع.